4 سنين اختفاء وعودة بمفاجأة للجمهور. خطيبة هيثم أحمد زكي اتجوزت وفاته بالتمثيل، ليه لأ؟ كان بوابتها للخروج من الألم والحزن لدنيا تانية وحياة جديدة. عاشت إنجي سلامة صدمة كبيرة في نوفمبر 2019 لما خطيبها الراحل هيثم أحمد زكي اختفى فجأة وما كانتش عارفة توصل له، لحد ما اكتشفت انه وقع في شقته وفارق الحياة عشان تعيش في عزلة وألم وصدمة من يوم وفاته، قبل ما تفاجئ الجمهور بقرار اتجاهها للتمثيل بعد 4 سنين من وفاته. ومن خلال حسابها على فيسبوك نشرت إنجي مجموعة من الصور الخاصة بشخصية سهيلة اللي بتقدمها في مسلسل ليه لأ، وكتبت عليها تعليق قالت فيه مبسوطة لأنه تشاف واتمنى يعمل فرق. وبمجرد نشر الصور دي اتصدرت إنجي الترند وكتير بدأوا يبحثوا عنها، خاصة أن الناس كانت مهتمة تطمن عليها من وقت وفاة هيثم زكي اللي كانت صدمتها الأولى خبر وفاة خطيبها اللي لقوه جثة هامدة وتوفى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية بعد ما حس بمغص وتقلصات المعدة نتيجة بعض المكملات اللي كان بياخدها. وفضلت صورة إنجي وهي تايهة في الجنازة وقاعدة في العزة مش حاسة بنفسها ومش قادرة تقف على رجليها، متعلقة في دماغ الناس، فلما شافوها في دور سهيلة اتفعلوا معيها بشكل كبير. وكانت إنجي تحت تأثير الصدمة، غابت عن السوشيال ميديا لأسابيع طويلة قبل ما ترجع وتفاجئ المتابعين بحذف كل صورها من على الفيسبوك. وبعدين كتبت بوست قالت فيه أنا بكتب الكلام ده وأنا مش قادرة أكتب حاجة، بس قلت ممكن يكون في أي حاجة تفيد أي شخص تكون في ميزان حسنات هيثم، وأنا بفكر نفسي قبلكم. والله كلنا بيعدي علينا اختبارات في حياتنا وممكن نحس إن اختبار كبير قوي وصعب، بس ربنا قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكملت وقالت يعني أنا كلي لله ورجعاله عشان الواحد يفتكر إنه في الآخر ملوش غير ربنا وكلنا في الآخر راجعين له مهما قلوبنا تعلقت بأشخاص أو أشياء. دايما خلي شكوتك لله واتكلم معاه من قلبك. وختمت البوست بتاعها وقالت أي حد اتغير بسبب هيثم أو أثر فيه ياريت ياخد نية إن أي عمل خير بيعمله أو تغيير يكون في ميزان حسنات هيثم، قبل ما تطلب من المتابعين يجمعوا صدقة جارية لهيثم عشان يحفروا بير مية في المنيا، ومحطة تحلية للمية هتتكلف 170,000 جنيه. إنجي سلامة ارتبطت بهيثم أحمد زكي لمدة طويلة وكانت تقريبا هي كل عيلته، لأن كل أهله تقريبا وأسرته اتوفوا وكان هو آخرهم. اتخرجت إنجي من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب واشتغلت كخبيرة في مجال العلاج بالطاقة، وكان ليها محاضرات كتير نشرها في التنمية البشرية وأصل العلاج بالطاقة، وأخيرا اتجهت للفن والتمثيل.